قيام داعش بهذه العملية حتى إذا كانت نوعا ما أكبر من الهجمات السابقة. تقينين قو داعش دي أوبراسيون دا بيك آنين پر مزن بون و تجاري داعش دا باجاروك كي بچوك دا وقت التمر سي تقين بهابرا بيك نانينا و أفجه مترسية و دوه أمل لسر آرامية التمر و باجارين دنجي كار بكن و ريبن دين خوشي لسر يان بيتر بكن دا قوك وان تقين انجارة كدن چينبن. هذه ستدفعنا بالتأكيد إلى إعادة النظر في كل منظومتنا وفي كل انضباطنا لنتفادى تماما.